أهلا بكم من جديد. قال محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي إن لجان المشكلة من المحافظة تقوم بمتابعة دورية لجميع المستشفيات لضبط منظومة العمل وللتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة لخدمة المرضى. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمستشفى بنوب المركزي لمتابعة سير العمل به وللتأكد من توافر خدمة طبية لائقة للمواطنين ومدى تواجد الأطباء خصوصا في أقسام الاستقبال. أكد المحافظ على استمرار زياراته المفاجئة للمستشفيات والوقوف على مستوى أدائها. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأخصائي الاجتماعي، نظم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان نظم معسكرا لإعداد الأخصائيين الاجتماعيين. المعسكر الذي يهدف إلى غرس القيم الوطنية والأدوار الاجتماعية والثقافية والسياسية في الشباب شارك فيه 320 طالبا وطالبة. نعمل معسكر تدريبي لطلبة الفرقة الأولى، وأنا هتكلم عن الجزء الخاص بالبحث العلمي. إحنا بنبص للقضايا المجتمعية أو المشكلات أو الظواهر الاجتماعية اللي موجودة في المجتمع بتاعنا، المجتمع الأسواني. إحنا بنشوف في مؤتمر اقتصادي بيتعمل، فإحنا بنقول لازم طالما في تنمية اقتصادية لازم بالجانب يمشي معاها التنمية الاجتماعية، يعني التنمية الاقتصادية ما تمشيش لوحديها غير لما يكون معاها تنمية اجتماعية. صممت إن أنا أعمل معسكر لسنة أولى وكبداية كنشأة لأخصائي اجتماعي جديد، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى عندنا بصمة في المجتمع من الخدمة الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين. والنهاردة اليوم العالمي بتاع الأخصائي الاجتماعي، فعندنا النهاردة معسكر لسنة أولى قائد ناجح، في انضباط، في التزام، في إن هو قادر إن هو يتحمل مسؤولية بكرة وبعده. وفي الشأن العربي، أفادت تقارير صحفية بأن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي شنوا حملة مداهمات في العاصمة اليمنية صنعاء الليلة الماضية، حيث اقتادوا عددا من المعارضين إلى جهة غير معلومة، وذلك عقب تفجيرين استهدفا قادة وعناصر بالجماعة. وغدات مقتل أكثر من 140 شخصا في تفجيرين بصنعاء. قالت مصادر صحفية إن الاعتقالات شملت أعضاء من حزب الإصلاح المناهض للحوثيين. هل يشغلنا ما يحدث في اليمن؟ هل يشغلنا مشهد يتكرر لانتصار فصيل مسلح على جيش؟ تنظيم مكون من 20,000 ينجح في مواجهة جيش قوامه 500,000 مجند. لم يتوقع أحد أبدا أن ينجح الحوثيون في تحقيق انتصارات عسكرية منذ سبتمبر الماضي توصلهم للعاصمة صنعاء ويسيطرون عليها وعلى الشمال الغربي للبلاد، وبالتحديد محافظات الحديدة وحجة وذمار والبيضاء وإب وعمران. لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فر الرئيس عبد ربه منصور هادي بأعجوبة من صنعاء إلى عدن، واتخذت سلطته من المدينة عاصمة أخرى في مواجهة سلطة أخرى في صنعاء. الحوثيون بسطوا سيطرتهم على كل شيء في صنعاء، واستغلوا بانتقائية شديدة اتفاقا للسلم والشراكة الوطنية سرعان ما انهار، فنصبوا الكمائن في العاصمة وجميع المدن التي سيطروا عليها، ولا يزال الخطر قريبا. فعدن شهدت أيضا مواجهات بين ميليشيات الحوثيين وقوات الجيش المؤيدة لهادي. تقارير عديدة تشير إلى أن اختراق الحوثيين لصنعاء وسيطرتهم عليها تم من خلال الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح ودوائر معرفته ونفوذه في الحكومة والجيش، ما يجعل السؤال مفتوحا حول إمكانية عودة صالح للحكم. في خضم كل ذلك تخشى قوى سياسية من تعاظم نفوذ القاعدة بسبب ضعف سلطة الدولة وازدياد النزعة الانفصالية ردا على انتهاكات الحوثيين. أمام اليمن الآن عدة سيناريوهات، وتبدو قراءة مستقبله صعبة للغاية، فلا تقارير تستشرف ما هو قادم، بل يخيم الخوف من أن يتحول اليمن في القريب العاجل لساحة للحرب بالوكالة بين الدول الإقليمية. ولا يبدو أقل تشاؤما وسوداوية سيناريو حرب أهلية بين الحوثيين والقاعدة، بل إن بين الفريقين حربا في بعض المحافظات، ويحيد الجيش تماما ولا عزاء للدولة.
سقط أكثر من 120 قتيلا في سوريا خلال 24 ساعة الماضية بحسب منظمة غير حكومية. ففي وسط البلاد قتل أكثر من 70 عنصرا من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في هجمات نفذها تنظيم داعش على مواقع لهذه القوات في ريفي حمص وحماة. وفي الحسكة شمال سوريا قتل 53 شخصا وأصيب 127 بجروح في تفجيرين انتحاريين متعاقبين ضربا تجمعين جماهيريين للأكراد كانوا يحتفلون بأعياد النوروز. أصدرت الحكومة الليبية تعليمات للجيش بتأمين المنشآت والأفراد في المناطق التي استعادها من الميليشيات في طرابلس، كما طالبت السكان بالامتثال للتعليمات التي تصدر عن الرئاسة العامة لأركان الجيش الليبي. يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل العملية العسكرية لتحرير العاصمة. وكان الجيش الليبي قد سيطر في وقت سابق على منطقتي ورشفانة والعزيزية، فيما انسحبت قوات فجر ليبيا من المنطقتين بشكل كامل، وذلك وفق ما أكده مصدر عسكري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المجتمع الدولي أدرك أخيرا أن المفاوضات مع طهران أكثر فعالية من فرض عقوبات عليها وأن بلاده رسخت حقوقها النووية. أوضح روحاني في كلمة متلفزة بمناسبة عيد النوروز أن بلاده تغلبت على منظومة العقوبات وأن الشعب الإيراني نجح في تحقيق أهدافه النبيلة. كان مسؤول إيراني قد أعلن أن المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى ستستأنف يوم الأربعاء، وذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت 5 أيام في لوزان بسويسرا، وذلك للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وفي الأخبار الاقتصادية أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك يستهدف توفير 1,000,000 فرصة عمل سنويا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أضاف الوزير أن مبادرة مشروعك ستنفذ في جميع القرى المصرية مع إعطاء أولوية خاصة ل 78 قرية والتي يجرى العمل فيها لتحويلها إلى قرى نموذجية، وذلك لدعم الشباب في تلك القرى. أوضح لبيب أنه يجرى تنسيق بين جميع أجهزة الدولة والبنوك وفق خطة شاملة ومتكاملة تشتمل على التوعية والتدريب والتمويل والمتابعة والتسويق وغير ذلك من الأهداف لتقليل البطالة بين الشباب. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور مصطفى مدبولي أعلن عن إنهاء المفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار على 5 سنوات، وذلك لدعم البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي. أكد الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستبدأ في طرح تنفيذ عدد من وحدات مشروع 1,000,000 وحدة سكنية بمساحات أقل من 90 متر خصوصا في المدن الجديدة بمحافظات الصعيد. وقال الوزير إن قرض البنك الدولي سيتم توجيهه إلى المستحقين لهذه الوحدات سواء كانت بالإيجار أو التمليك، حيث ستطرح الوزارة جزءا من وحدات هذا المشروع بالإيجار خلال المرحلة المقبلة. كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أنه تم تسجيل بيانات 60,000 شخص ضمن برنامج تكافل وكرامة حتى الآن في محافظتي أسيوط وسوهاج. أوضحت الوزيرة أنه من المستهدف مساعدة 150,000 شخص ضمن البرنامج في المحافظتين، وأنه جاري صرف المساعدات للكثير من المستفيدين بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ومدى استحقاق الشخص للمساعدة. أضافت أنه يتم حاليا عمل توعية مجتمعية في محافظتي الأقصر وقنا لبدء تسجيل البيانات للفئات المستهدفة اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وفي أخبارنا الرياضية، يحل منتخبنا الأولمبيا اليوم ضيفا على نظيره البوروندي في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات دورة الألعاب الإفريقية لكرة القدم. ستقام المباراة عند 3 عصرا على ملعب بأرضية من العشب الصناعي، وتأهلت مصر لهذا الدور بعد التغلب على كينيا في الدور السابق. وعد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخبنا الأول بتحقيق نتائج طيبة خلال المرحلة القادمة بعد 4 سنوات من الإخفاق في التأهل لأي بطولة كبرى. وقال كوبر في مؤتمر صحفي بالأمس إنه يشعر بالتفاؤل بعد اجتماعه مع اللاعبين، وأضاف أن استئناف الدوري في نهاية الشهر الجاري سيكون عاملا مساعدا. هذا ويساعد المنتخب الأول لمواجهة غينيا الاستوائية في مباراة ودية ستقام بالمغرب يوم الخميس المقبل. أما عن الأحوال الجوية والطقس، فيسود اليوم طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ولطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد في النهار وبارد في الليل، وفي مائل بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. وختاما هذه تذكرة بأبرز العناوين. مصرع 12 عاملا وإصابة 15 في حادث انقلاب حافلات من أعلى كوبري المريوطية. محلب يوصل وزيرته لكوت ديفوار ويؤكد عودة مصر لمجدها وبقوة. النقيب الجديد يتعهد بإشراك جموع الصحفيين في قراراته الجديدة. وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت هو www.annahallive.net. كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.